السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا أعزائي المشاهدين، في هذا الفيديو سأشارك معكم آخر أخبار محترفينا، فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. وأبدأ لكم وأذكركم أولا بمباراة التي ستقام الليلة على ملعب الاتحاد بتوقيت الجزائر على الساعة 7، والتي ستقام بين نادي مانشستر سيتي وأستون فيلا. وطبعا هذه المباراة بيب غوارديولا سيحط كل تركيزه عليه، لأن هذه المباراة هي التي كانت ناقصة من جميع المواجهات التي خاضها نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. فطبعا إذا فازوا في هذه المباراة سيصبحون من الأوائل في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصبح متصدر الدوري. فكما قلت لكم هنا، تعرف أنه إذا ملعبش رياض محرز فاعلم أن رياض محرز أصبح لا يسوى شيء عند بيب غوارديولا. فنتمنى أن رياض محرز سيشارك كلاعب أساسي. وننتقل إلى الخبر الثاني عن أندي ديلور. هذا اللاعب رغم أنه رفض أن ينتقل إلى بعض الوجهات الأخرى، ولكن حاليا ولحد يومنا هذا ما زالت العديد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز يعني تريد التعاقد مع هذا اللاعب. والنادي الذي أتكلم عليه هو نادي ويست هام. طبعا هذا النادي أعزائي المشاهدين قد باع سيباستيان هالر إلى أجاكس، وطبعا هو يبحث في الميركاتو الصيف القادم وليس في هذا الميركاتو الشتوي، لا بالعكس، في الميركاتو الصيف القادم يريد التعاقد وبشكل رسمي مع يعني أندي ديلور لاعب نادي مونبولي. ورغم أنه كما قلت لكم أندي ديلور يعني رفض فكرة انتقاله وسيبقى في هذا الموسم، ولكن أعزائي المشاهدين لم ينفي فكرة انتقاله مستقبلا. يعني إذا كاين عرض مغري جدا وضمانات أكثر من نادي مونبولي فمتأكد بأنه سينتقل. وهذا ما شرحه لنا بالضبط موقع سكاي سبورت الذي قال لنا: نعلم أن نادي ويست هام يتطلع للتعاقد مع مهاجم، وتم عرض إمكانياته للتعاقد مع مهاجم مونبولي أندي ديلور الذي سجل 17 هدف في 41 مباراة. وأضاف قائلا: أربعة أو خمس أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز مهتمة بأندي ديلور، وهذه الأندية هي كل من ويست هام، نيوكاسل، وولفرهامبتون، وبعض الأندية الأخرى التي لم يكشفوا لنا عنها. كما قلت لكم أندية كثيرة مطالبة حول هذا اللاعب لاستقطابه لأنديتها. وصرح هذا الموقع بأن أندي ديلور إنه أسرع لاعب في الدوري الفرنسي، حتى أسرع من كيليان مبابي. هذه إشادة كبيرة من موقع يعني السكاي سبورت. فقولوا لنا في صندوق التعليقات يعني ما رأيكم، هل تعتقدون أن هذا اللاعب سينتقل في الميركاتو الصيف القادم يعني الموسم القادم، أم سيبقى في نادي مونبولي إلى أبعد نقطة ممكنة؟ وكرأي شخصي مني أنه ممكن سينتقل في الميركاتو الصيف القادم، ولكن سيبقى في هذا الميركاتو مع نادي مونبولي. وطبعا لا ننسى أيضا أن النجم الدولي الجزائري لاعب ويست هام، بما أننا تكلمنا على ويست هام، سعيد بن رحمة ليلة أمس كان خطير جدا في الهجوم، وطبعا قدم مستوى كبير في الشوط الأول إلى حين تم استبداله في الدقيقة 62. وطبعا مباراة نادي يعني ويست هام أمام ويست بروم ألبيون انتهت بهدفين مقابل هدف وحيد. وطبعا في ذلك اللقاء سعيد بن رحمة تحصل على تنقيط 7.1. دافيد مويز أعزائي المشاهدين يعني سبب استبداله في ذلك اللقاء لسعيد بن رحمة أولا كان منطقي، لأنه بعدما يعني دخل اللاعبين الذين يعني استبدلهم دافيد مويز بمكان سعيد بن رحمة يعني قدموا مستوى كبير ولا نستطيع نكران ذلك، فكانت قراراته يعني صائبة في ذلك اللقاء. ولكن سعيد بن رحمة يعني يكسب ثقة مدربه بالتدريج، وطبعا يعني هذا ما حدث بالضبط مع اللاعبين السابقين الذين انتقلوا من الشامبيونشيب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة دافيد مويز. يعني راح تلعب لستين دقيقة ومن بعدها راح تخرج، فيعني ستبدأ تلعب بالتدريج حتى تنال الفرصة الكاملة وأن تلعب مباراة كاملة وطيلة اللقاء من بدايته إلى نهايته. ولكن أؤكد لكم أن دافيد مويز حاليا معجب بقدم خدمات سعيد بن رحمة عفوا، بما أنه تحصل على تنقية 7.1 من المواقع المتخصصة في إعطاء ومشاركة معنا تنقيطات اللاعبين. أما عن تصريح دافيد مويز في نهاية المباراة، صرح قائلا: يعني أنا سعيد للانتصار بطبيعة الحال، لكنني غير راضي عن أداء اللاعبين. لقد أخطأنا في الكثير من المناسبات، والتمريرات في الهجوم كانت خاطئة، وحتى المراوغات لم تكن في محلها. هنأت اللاعبين على النقاط المحققة لحد الآن في البريمير ليج، لكنني أريد منهم أن يتعلموا أكثر، ويعني من أجلهم ومن أجل أيضا الفريق. يعني كانت هذه التصريحات هي تصريحات تحفيزية يعني رغم الفوز،
ما قدمتوش مستوى كبير، يعني لازم تفوزوا وتقدموا لي مستوى كبير، وهذا مما سيحفز اللاعبين من أجل أن يعني يصححوا أخطاءهم وأن يقدموا مستويات كبيرة في قادم المواعيد. وننتقل إلى الخبر الموالي عن ظهور الناخب الوطني جمال بلماضي لأول مرة بعد إصابته بفيروس كورونا. ها هو الآن ظهر لنا مشاهدين لوسائل الإعلام في الدوري القطري بالضبط، وفي نادي يعني الغرافة، حيث كانت له يعني العديد من التصريحات أود أن أشاركها معكم، حيث صرح قائلا: أمتلك العديد من الأصدقاء هنا، على رأسهم الشيخ جاسم بن ثامر آل الثاني. كان هنالك العديد من اللاعبين الجزائريين في دوري نجوم قطر، لذا من الطبيعي أنا أتابعهم عن كثب وأبقى بقربهم للوقوف على مستوياتهم وأدائهم مع أنديتهم. قائلا أيضا: الغرافة يمتلك لاعبين جزائريين وهما سفيان هني وعدلان قديورة، وأعتقد أن النادي راضي عن أدائهما الجيد ويريدون دائما تقديم المزيد لينالوا ألقابا في المستقبل القريب يعني مع هذا الفريق. وصرح قائلا أنه يشعر بالفخر بأنه كان لاعب سابق يعني نادي الغرافة، وطبعا صرح قائلا أن هذا النادي كان يلقب في آنذاك بنادي الاتحاد. كانت هذه هي تصريحات الناخب جمال بلماضي بعد ظهوره وبعد تعافيه بفيروس كورونا لأول مرة، ونتمنوا أن هذا المدرب راح يفاجئنا في قادم المواعيد بأسماء جديدة في التشكيل يعني للمنتخب الوطني الجزائري وأيضا في قائمته. وننتقل إلى الخبر الموالي عن إسلام سليماني. هذا اللاعب يعني لحد يومنا هذا، يعني منذ أنه لعب فقط ربع ساعة من الوقت مع يعني كأول مباراة له في الشوط الثاني مع أولمبيك ليو، إلا أنه لحد يومنا هذا ما زالت الانتقادات تنهال على هذا اللاعب. والسبب أعزائي المشاهدين هو أنه ضيع فرصتين كان قادر يسدد ويسجل يعني في المرمى، ولكن هو اضطر إلى تمرير لزملائه كل من حسام عوار وأيضا ريان شرقي. وبطبيعة الحال حتى محللي RMC سبورت، يعني ليس الكل بل بعضهم، المحلل الملقب بجيرون روتان صرح قائلا وعبر عن دهشته من ضم يعني إسلام سليماني لهذا الفريق أولمبيك ليون، وصرح قائلا: بالنسبة لي لا يتناسب إسلام سليماني وطريقة لعبه يعني مع هذا الفريق والخطة التي يطبقها رودي غارسيا منذ بداية الموسم. ووصل قائلا: في حال ما تعرض ممفيس ديباي لإصابة فلن أعتقد أن إسلام سليماني سيكون العنصر القادم على تعويضه. يعني أنا الحاجة اللي ما فهمتهاش من الجماهير الفرنسية، من جماهير أولمبيك ليو وحتى من هذا المحلل، هو أنهم يعني حكموا عليه فقط من ربع ساعة الأولى. ربع ساعة، تلك الربع ساعة أقول لكم أعزائي المشاهدين كرأي شخصي مني ومتواضع، يعني مازال أولا ما تأقلمش مع هذا الفريق في أرضية الميدان وأيضا في لعب المباريات الرسمية. نقول باللي أنه تأقلم في التدريبات، ولكن في أرضية الميدان لا، مازال ما تأقلمش ويلعب المباريات الرسمية مع هذا الفريق. فلازم نصبروا على هذا اللاعب ومن بعد نحكموا عليه، يعني بعد أسبوعين من اللعب كلاعب أساسي من بعد أحكم عليه على رأسك، ولكن ربع ساعة تحكم عليه يعني أنا أرى هذا استغباء. وأنتم قولوا لنا رأيكم في صندوق التعليقات. وإسلام سليماني أولا ليس سامع يعني ما يسمعش بهذه التعليقات وبهذه الانتقادات، لأنه هو طيلة حياته هو كان ينتقد حتى في المنتخب الوطني الجزائري وما زال ينتقد، رغم أنه هو ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني الجزائري. وننتقل كما قلت لكم للخبر الثاني عن فريد بولحيا الذي هو مطلوب من نادي وأكبر نادي في الدوري الفرنسي ألا وهو أولمبيك مارسيليا من ناحية يعني الألقاب وإلى غير ذلك. ففريد بولحيا حطم الأرقام القياسية وعاد من بعيد بعدما يعني كانت لديه لعنة الإصابات وأيضا تعرضه لفيروس كورونا واستبعد من العديد من المباريات. ها هو الآن يعود أعزائي المشاهدين الى يعني صدارة الترتيب افضل لاعبي الدوري الفرنسي، يعني افضل لاعب في الدوري الفرنسي في القائمة الاولى وفي المرتبة الاولى من هذه القائمة، تحصل على تنقيط 7.59 وكان متفوق حتى على يعني دي ماريا، اندي ديلور، ممفيس ديباي والعديد من اللاعبين. كما قلت لكم هذا اللاعب يعني عنده مستقبل كبير، وبطبيعة الحال لن اتفاجأ يعني اذا انتقل الى احد الاندية الاكثر احترافية من يعني نادي ميدز، لانه يستحق هذا وطبعا يعني يقدم مستوى كبيرة. وكان هذا الفيديو اليوم أعزائي المشاهدين، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.